أنا قرار غلق صالونات ومحلات مدينة سطات، ماشي غير صالونات الحلاقة وتجميل، ولكن جا القرار على كافة الميادين. تقبلنا الفكرة بما أن المشكل كتهم البلاد ديالنا، اضطرينا أننا نغلقوا. الحمد لله مرينا بظروف صعبة في هذه الفترة اللي دازت ديال المدة ديال 3 أشهر، ولكن الحمد لله قدرنا أننا نتجاوزوها بفضل السلطات وبفضل الأطر الطبية، لدرجة أننا وصلنا 0 حالة وكنا من ضمن المنطقة 1 اللي كانت ترفع عليها الحجر الصحي. الحمد لله حاولنا نتجاوزوا المرحلة واخا بأنه مرت 3 أيام على فتح الصالونات وجميع المحلات الأخرى. حاولنا أننا نديروا تخفيضات ونفرحوا النساء باش ندخلوا الفرحة لقلوبهم، لأنه مروا بفترة صعيبة، وخا هذه فترة العراسات اللي تأجلوا فيها وتحرمنا منهم، مي حاولنا نضيفوا أشياء أخرى اللي غتزيد من الإقبال عندنا. ما بقيناش كنخدموا كيف ما كان في الأول، كنحاولوا أننا نرتبوا المواعيد وكناخدوا عدد محدود من الزبائن حفاظا على سلامتنا وسلامتهم. وطبعا إلى جاء عندنا الزبون وما كانش مرتدي الكمامة ديالو، كنوفروا ليه وحده، كنوفروا ليه معقم في الدخله ديال الصالون، سواء معقم اليدين او رجلين، وايضا كنعطيوه لباس خاص للحذاء باش يدخل عندنا الصالون. الان ما كيهمناش الجانب المادي، كيهمنا الجانب المعنوي. النساء بانهم مروا فتره صعيبه، سورتو اللي كانت كتشتغل فتره طويله في هالظروف، ولكن الحمد لله كنتمنى ان يترفع الوباء على المغرب كامل والعالم كامل ان شاء الله، ونستقبلوا العمل ديالنا بشكل طبيعي، ونستقبلوا الزبائن بشكل اكثر على اللي كاين دابا. الحمد لله تجاوزنا هذه المرحله، واخا كانت مرحله صعيبه جدا نفسيا ومعنويا حتى ماديا على الناس كلهما، للاطفال للشيوخ يعني الناس كلهما، يعني لانها اول مره غادي تسد كل شيء بهذه الطريقه، يعني للمساجد للحمامات للصالونات الحلاقه، يعني كل شيء تسد بطريقه اللي حتى واحد ما كان متخيلها، وما كان حتى واحد يعني داير احتياطات لها، ولكن الحمد لله تجاوزناها بفضل الله سبحانه وتعالى، وبفضل حتى الاطقم الطبيه لمدينه سطات وديال المغرب كامل. والحمد لله احنا فرحانين جد الفرح، لانه مدينه سطات طلعت في لازون 1 اللي من المدن اللي قدرات انها تحدى المرض وتحدى الفيروس، وانها ما يبقى عندنا حتى حاله، 0 حالة الان في مدينه سطات، وان شاء الله تبقى هكا دائما. وانا يا اليوم جيت للصالون الحلاقه والتجميل باليدور باش انني نفرغ شويه النفسيه ديالي، وانني يعني ندير بزاف ديال الحوايج اللي تحرمنا منها هذه 3 شهور يعني. والحمد لله انا يا جيت ولقيت بانهم دايرين الاحتياطات ديالهم كامله من الباب حتى لهذا، كيعطيوك اللبسه، كيعطيوك البافيت الا ما كنتي جايباها، كيعطيوك حتى هذا ديال الوقايه ديال الحذاء، وكتوقي راسك. والحمد لله العاملين كلهم اللي هنايا على حسب ما شفت انهم كلهم دايرين الوقايه مزيان، ان شاء الله يا ربي يرفع علينا هذا البلاء على المغرب كامل وعلى المسلمين، وان شاء الله العالم كامل، باش اننا نقدروا نرجعوا للحياه ديالنا الطبيعيه. قبل ما تخرجوا ما تنسوش ابوناو في لاشين يوتيوب وبارطاجيو الفيديو مع صحابكم في مواقع التواصل الاجتماعي، وما تنسوش ديروا جيم وما تبخلوش علينا بتعليقاتكم وملاحظاتكم.